جانفير 2022 لافتتاح الدورة الأولى من معرض جاردن إكسبو، المعرض الدولي لتنسيق الحدائق والتكنولوجيا والبستنة، والذي يقام تحت شعار تنمية الثقافة النباتية داخل المدن، ويستمر إلى غاية 3 من الشهر الجاري في فضاء المعارض التابع لمكتب الصرف. مرحوم هدي رئيس الهيئة المنظمة لمعرض جاردن إكسبو اللي تعرف النسخة الأولى ديالو تحت شعار تنمية الثقافة النباتية داخل المدن. هذا المعرض منظم من شركة محضة مغربية محضة اللي هي إغدوزاج كومونيكاسيون بشراكة مع لاسوساسيون ديز أرشيتاك بيزاجي دو ماروك ولاسوساسيون ديز إنجينيور بيزاجي دو ماروك et l'Institut national des recherches agronomiques, l'INRA, du Maroc, et le Crédit Agricole comme sponsor officiel du salon. Nous avons à 50 arides اللي من المغرب فرنسا البرتغال وبلجيكا، وهذه النسخة هي النسخة الأولى اللي غادي تكون في المغرب على أسس تنمية الثقافة النباتية عند لي بروفيسيونيل دو سيكتور في هذا ناسيونال. Aujourd'hui, l'édition غادي تعرف un programme scientifique lors des 2 prochains jours. هذا اللي غادي يكون فيهم ان بارطاج ديال بليزيور سوجي كي سون تري امبورطون اون لوكورونس ندوات المعرض الدولي لتنسيق الحدائق والتكنولوجيا والبستنه والتي يشارك فيها خبراء مختصون سوف يقربون منها وسوف نتيح لهم الفرصه للحديث عن ذلك اكثر. وكما أسلفت، هذا المعرض ليس فقط فضاء للعرض وإنما فرصة لنقاش مواضيع مهمة، لا سيما ندرة المياه، الموارد المائية، إعادة استعمال المياه العادمة، الحدائق داخل المجال الحضري، تحلية مياه البحر، ومواضيع أخرى عديدة ومهمة. هذا المعرض رغم أنه في دورته الأولى إلا أنه استطاع استقطاب أكثر من 60 عارض وينتظر أزيد من 5000 زائر، وسيكون للمنظم إغدوزاج الفرصة ليقربنا من ذلك أكثر. المعرض غادي يعرف زيارة تقريبا 5000 زائر من القطاع المهني اللي تيسهروا على هذا الميدان. هو قطاع البستنة والحدائق وتجهيزات الحدائق في المغرب هو قطاع اللي تعرف ازدهار مؤخرا، سورتو كاين لاحظنا كاين واحد الاعمار اللي ولا في المدينه اللي سحب الثقافه البيئيه عند الناس. واليوم هذه النسخه لوبجيكتيف ديالها هي تثبيت الثقافه النباتيه عند الناس، وهذا غادي يكون ان شاء الله عن طريق ديزاتولي اللي غادي يديروا من عند الشركات، من عند المدارس اللي غادي يزوروا ان شاء الله المعرض باش نثبتوا الثقافه النباتيه عند الاطفال ديالنا. موضوع شائك أصبح أكثر إلحاحا وظهورا في الإعلام حاليا، بل هو موضوع يخيفنا جميعا، وهذه الفرصة لكي نقترب أكثر من مستجداته بحضور خيرة الخبراء والمختصين. أذكر أن المداخلات ستكون في حدود 12 دقيقة لكل مشارك لتسنح الفرصة لطرح الأسئلة بعد الندوة، وكذلك لمن يريد مشاهدة المباراة رفقتنا.